مشروعنا اسمه بوسيف رجل آلي. طب بدأت فكرته في عام 2009 وطورناه لعدة مراحل باستخدام قواعد الذكاء الاصطناعي وقواعد جوجل كلاود. طبعا الحين عندنا يتكلم لغة واحدة وهي اللغة العربية، بس عندنا إن شاء الله توجهات مستقبلية إنه يتكلم عدة لغات، بالإضافة إلى بنحطه يكون كقاموس للتراث الإماراتي، بحيث أنه ممكن نستخدمه في المتاحف، بحيث أنه يعرف على تراث الإمارات، وأي حد يسأله ممكن يستجيب لها الأسئلة. طبعاً إحنا الحين تقريباً بين 5 إلى 6 شهور كملنا. في البداية كل واحد اشتغل بشكل مفصل، لأن إحنا مفصلين لثلاث توجهات. الأولى اللي هي الفيجن، السبيتش والموشن. في السبيتش اشتغل فيه 2 اللي هي أنا وزميلي عمر. الموشن اشتغل عليه بسام، والفيجن اشتغلت عليه شمة. كل تقريباً 4 شهور كل واحد اشتغل بروحه، فهم الشغل كيف كان. شهر واحد جمعنا كل هالأشياء مع بعض.